إليك الكلمة زميلي عمر. محمد بشكرك شكرا جزيلا، كل سنة وانت طيب والأمة الإسلامية بخير. يعني زي ما انت قلت هاخد من كلامك، جمهور الأهلي دايما على تواصل معاه ودايما بنكون موجودين معاه فقرة بفقرة حدث بحدث، و يعني بحييك على فقرتك ومكملين مع الجمهور النادي الاهلي مش بس في الاخبار المحليه والاخبار الخاصه بالنادي الاهلي، وايضا كمان مش بس متواصلين معاه في الاهلي، بيمثل لك ايه زي ما انت قلت، الاهلي ده شعب وجمهور عظيم وكبير جدا بيشارك مع النادي الاهلي من زمن بعيد جدا جدا، هو اللاعب رقم واحد في مسيره بطولات ومشوار النادي الاهلي، كمان بنكمل مع الجمهور يعني فقط الكرة العالمية، نحاول نتواصل مع الجمهور يا محمد من خلال الكرة العالمية، نوصلهم آخر الأخبار والأحداث اللي موجودة على الساحة العالمية. فبشكرك شكرا جزيلا زميلي العزيز محمد سعيد، ومن أبو طبعا الكابتن عبد الحميد حسن. لكن خلونا طبعا يعني قبل ما نقول لحضراتكم كل سنة وانتم طيبين، أرحب بالناقد الرياضي الأستاذ محمد الدرديري، الناقد الرياضي والصحفي بوكالة أنباء الشرق الأوسط، اللي هيتكلم معنا عن آخر المستجدات اللي موجودة في الساحة العالمية. أستاذ محمد برحب بحضرتك. أهلا وسهلا بحضرتك، وكل سنة وحضراتكم بخير والشعب المصري كله بخير بمناسبة العيد. يعني كل سنة وحضرتك طيب والأمة الإسلامية بخير، وأكيد طبعا يعني ربنا يعود علينا وعلى الأمة الإسلامية كلها وعلى النادي الأهلي إن شاء الله بخير وصحة وسعادة. لكن الأحداث العالمية اللي موجودة، شفنا يعني دوريات بدأت، شفنا مفاجآت على الصعيد الأوروبي، لكن هبدأ معاك بالعيد وابدا معاك. يعني هل حضرتك شايف بقى ان وجود العيد الاضحى، سواء العيد الاضحى او عيد الفطر، بيكون ليه اجواء في مشاهده اللقاءات؟ سواء بنتكلم ان احنا عندنا دوريات دايما بتبقى في الويكند جمعه وسبت وحد، وعندنا كمان ماتشات في الدوري المصري، هل ده شايف بيكون ليه اجواء خاصه في العيد انك تشوف مباراه كره القدم وانت موجود بتحتفل باجواء العيد؟ اكيد طبعا مشجعين كره القدم بيتابعوا المباريات في كل الاوقات، ولكن في الاعياد بيبقى ليها ذكريات خاصه ومناسبات خاصه. اكيد طبعا في الاعياد بتبقى الناس كلها متجمعه في مكان واحد في بيت واحد، الاسر كلها موجوده، عشاق كره القدم من كل العائلات بيبقوا قاعدين في انتظار مباريات، خاصه في ايام العيد بيبقى فرصه ان الناس كلها متجمعه وموجوده، بيبقى شيء كويس جدا ان انت تتابع المباريات في ايام الاعياد، بتبقى اجازات وزي ما قلت لحضرتك الناس كلها بتبقى متواجده، اكيد بيبقى ليها ذكريات خاصه لكل الجماهير متابعه المباريات. استاذ محمد حضرتك اكيد كنت موجود في روسيا مع المنتخب الوطني وتابعت مش بس المنتخب، لا تابعت بعض المنتخبات اللي كانت مشاركه في بطوله كاس العالم، فبالتالي انا هستفيد اكيد من وجود حضرتك. لكن قبل ما نروح لجزئيه كاس العالم ووجود حضرتك والمقارنات اللي ممكن تكون ظالمه بعض الشيء، لكن خلينا نبدا معاك ببدايه الدوريات ونبدا بموضوع انا شايف ان هو اخذ اكبر من حجمه الطبيعي، وهو مشكله محمد صلاح في ليفربول. بعض الفيديوهات اللي كانت موجوده على السوشيال ميديا وبعض الاخبار اللي بتقول ان الشرطه الانجليزيه بتحذر ليفربول من استخدام محمد صلاح للتليفون المحمول اثناء القياده، هل حضرتك شايف ان الموضوع واخد اكبر من حجمه، ولا هو عشان نجم وعشان الاضواء مسلطه عليه فبالتالي لازم يكون في انتقادات وانتقادات لاذعه جدا على محمد صلاح؟ يمكن هو الموضوع ليه شقين، يعني ان شايف ان الموضوع برضه واخد اكبر من حجمه بشكل كبير، وان كان نجوميه محمد صلاح كان نجم كبير في نادي ليفربول بيسلط في تسليط كبير للضوء عليه، خاصه ان اي هفوه او اي حركه او اي جمله بيعملها او اي شيء هو بيعمله بيبقى في تسليط ضوء كبير عليه، بين حق الناس كلها انها تنتقد اي نجم في اي مكان في العالم. ولكن انا شايف اللي عمله محمد صلاح وان كان خرق للقوانين الانجليزيه، خاصه انه تحدث في التليفون المحمول اثناء القياده، ان كان احنا بنعتبره هنا شيء بسيط جدا، هو ما اتكلمش الفيديو اللي ظاهر ان هو ماسك التليفون وممكن بيبعت بعض الرسائل، الدنيا كانت زحمه شويه بالظبط كان في اشاره، لكن ممكن يكون يعني زي ما حضرتك عارف ان هي يعني طبيعي نجم كبير يحصل له بعض الامور اللي بتحصل لاي نجم، يعني شفنا اكتر من نجم حصل له نفس المشكله، مش بس كمان انه ماسك التليفون بالظبط. فانا شايف ان الموضوع خد اكبر حجمه في الصحافه الانجليزيه، ويمكن هنا احنا سلطنا عن الضوء عن الموضوع بشكل مبالغ فيه جدا، هو شيء عادي ممكن اي نجم ممكن يعمل كده، ولكن التركيز على محمد صلاح اكيد، وخاصه ان هو من افضل لاعبي الدوري الانجليزي وهداف الدوري الانجليزي الموسم اللي فات، ده بيدي احقيه لبعض وسائل الاعلام ان هي تسلط الضوء بشكل كبير على موقف وان كان موقف هايف لا يستحق هذا تسليط الضوء عليه. طيب بما ان حضرتك طبعا صحفي وناقد رياضي، فبالتالي عايز اسال حضرتك على نقطه الصحافه، هل حضرتك شايف ان دور الصحافه المصريه انها تكون ايجابيه بالشكل التام لمحمد صلاح وانها تدافع عنه، ولا حضرتك شايف ان هم يكتبوا بكل مصداقيه اللي مكتوب، ولا شايف الامر ممكن يمر ازاي على الصحافه المصريه؟ لا اكيد الصحافه المصريه يعني
لازم تساند لاعبين المحترفين بشكل جيد، ولكن في نفس الوقت يعني احنا لو حد عمل حاجه سلبيه ما يعني نذكرها، ولكن ما نزودش فيها او يعني ما نلقيش الضوء عليها بشكل كبير. ولكن في النهايه الصحافه دي لازم يكون في مصداقيه في الكلام، ما فيش مجامله لاي لاعب حتى وان كان نجم كبير. هي دي دور الصحافه اللي المفروض تقوم بيه، مش معنى ان لعيب عمل حاجه غلط ان احنا ما نقولش عن الموضوع ده انه غلط او ما نسلطش الضوء عليه في مقابل ان هذا اللاعب نجم كبير، ولكن بالعكس اعتقد ان دور الصحافه الصحيح ان انت تلقي الضوء على كل ما يفعله النجوم سواء شيء ايجابي او شيء سلبي، ولكن ما نقدرش اقول ان الصحافه ضعيف اللي يبقى شيء مش كويس ان اقول ان الصحافه طبعا بتقول ان هي الحاجات الايجابيه وتتغاضى عن الاشياء السلبيه، طبعا ده غير صحيح. تمام. طيب يعني هخش مع حضرتك على فرص محمد صلاح في الموسم الحالي، يعني انهى الموسم الماضي بافضل لاعب في الدوري الانجليزي، هداف الدوري الانجليزي، لكن تصريح زلاتان ابراهيموفيتش بطوله كاس العالم قال عشان نصنف محمد صلاح زي رونالدو وميسي لابد من ان كل موسم يبقى زي الموسم الماضي بالنسبه له، ان يبقى شيء طبيعي ترشيح الافضل لاعب او يكون هداف، ده شيء طبيعي جدا. هل تتفق مع تصريحات زلاتان ابراهيموفيتش؟ اكيد طبعا. هو محمد صلاح الموسم اللي فات قدم موسم استثنائي بشكل كبير، كان هداف الدوري الانجليزي، افضل لاعب في الدوري الانجليزي، ولكن عشان يكون مرشح بشكل دائم لهذه الجوائز ولجائزه افضل لاعب في العالم اعتقد انه لازم مستوى يستمر ويقدم على الاقل نفس المستوى اللي قدمه الموسم اللي فات وان لم يكن الافضل منه، يعني المفروض ان هو يكون بنفس مستواه كل موسم. يمكن احنا شفنا في اول مباراه قدر انه يحقق اول هدف لفريق ليفربول، تكون دي بدايه جيده ان هو يزيد ويسجل مزيد من الاهداف طوال الموسم ويصارع على رقم الهداف مره ثانيه. طيب هاخد من كلام حضرتك واسالك سؤال بشكل ثاني، ايه اللي ناقص محمد صلاح او 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 ايه اللي ممكن صلاح يعني يركز عليه يكون سبب نقله ليه في نادي كبير زي ريال مدريد وبرشلونه؟ ايه اللي محتاج محمد صلاح يعمله في الموسم الحالي علشان يوصل للمستوى او ليفل الفرق اللي زي برشلونه وريال مدريد؟ اول حاجه ان هو يحافظ على المستوى اللي عمله الموسم اللي فات ويواصل تسجيل المزيد من الاهداف. تمام. دي اول حاجه طبعا يقدر يعملها، خاصه ان هو بيلعب مش في نادي صغير، نادي ليفربول الانديه العريقه طبعا في الدوري الانجليزي، ويمكن هي الدوري انديه الدوري الاسباني خاصه ريال مدريد وبرشلونه هما التوب في العالم كل في جماهيرية وكمتابعة، ولكن أعتقد أن أول حاجة يقدر يعملها محمد صلاح أنه هو يحافظ على مستواه ده، يسجل المزيد من الأهداف. هو مش ناقصه حاجة، أنا شايف أنه مش ناقصه حاجة إلا الاستمرارية في العمل الموسم اللي فات، تسجيل المزيد من الأهداف، التعاون مع زملائه. أنا شايف أنه هو نجم الدوري الإنجليزي، هداف الدوري الإنجليزي، ما أثرش في حاجة الموسم اللي فات. أعتقد أن رقم واحد أنه يستمر الموسم ده بنفس المستوى اللي قدمه الموسم اللي فات، وبالتالي هيكون لي دور كبير في الفترة اللي جاية مع نادي، وانه يترشح للعب في اكبر الاندية زي ريال مدريد او برشلونة. شايف ان ليفربول ممكن ينافس على الدوري الموسم الحالي بقوة اكبر من الموسم الماضي؟ اكيد اعتقد ان الانتدابات اللي جابها نادي ليفربول بعد انتهاء الموسم الانتقالات في الدوري الانجليزي جاب صفقات كويسة تقدر تديله دفعة كبيرة انه ينافس على اللقب الموسم ده. الدوري الانجليزي عمل يمكن لقطة او حركة كده ان هو رحل الانتقالات الصيفية خلاها تنتهي مع بداية الدوري الانجليزي، لكن ده ما منعش لعيبة الدوري الانجليزي من انها تفكر انها تغادر الدوري. كلام على بوجبا، بول بوجبا لاعب مانشستر يونايتد، اللاعب الفرنسي، اللاعب اللي انا شايف انه لاعب من احد الركائز الاساسيه مع المنتخب اللي ساعدت منتخب فرنسا بالفوز ببطوله كاس العالم. عايز اعرف من حضرتك كده يعني قصه اللي مثاره اخيرا في الصحف الانجليزيه واللي بين السطور مع مورينيو من قبل بوجبا، هل بوجبا فعلا ناوي على الرحيل الى نادي برشلونه؟ اعتقد ان الكلام كتير في الفتره الاخيره وهو تصريحات بوجبا وتلميحاته نفسها بتقول انه يمكن في القريب العاجل ممكن يغادر الدوري الانجليزي. اعتقد ان زي ما حضرتك قلت ان الدوري الانجليزي السنه دي خلوا بالنسبه لعمليه الشراء اتقفلت مع بدايه الدوري، ولكن من حق اي نادي انه يبيع اللاعبين اللي مش محتاجهم في اي وقت ما دام في فتره انتقالات مفتوحه في دوري اخر لحد 31 اغسطس تقريبا، الدوريات كلها هتنتهي في 31 اغسطس موسم الانتقالات. اعتقد اللي بيحصل الفتره الاخيره بين مورينيو وبوجبا بيدي مؤشر كبير انه ممكن ينتقل الى اي من الانديه الاخرى في الفتره اللي جايه. هل بوجبا مع مورينيو مش قادر يدي نفس المستوى اللي بيأديه بوجبا مع منتخب فرنسا مع ديشامب؟ هل الجو العام في مانشستر غير ملائم لبوجبا، ان بوجبا شايف انه ممكن يعطي اكثر بكثير في
دوري او اجواء صحيه اكبر من اللي موجوده في مانشستر؟ اكيد انا شايف ان هو بيعاني بشكل كبير مع بالطريقه اللي بيلعب بيها مورينيو في الدوري الانجليزي مع مانشستر يونايتد. اعتقد ان هو شايف نفسه في مكان افضل من كده، بيؤدي افضل من كده، لكن يمكن هو الخطه اللي بيلعب بيها مورينيو هي بتجبر بوجبا انه يؤدي بالمستوى ده. شفناه في كاس العالم كان وضع مختلف تماما، واخد حريته في طريقه اللعب بشكل كبير. يمكن في مانشستر يونايتد في تحجيم لدوره بشكل كبير من مورينيو، يمكن هو ده السبب اللي يخلي اللاعب بيطلب الرحيل في الاوقات الحاليه. هسألك نفس سؤال ليفربول على مانشستر، هل شايف مانشستر ممكن ينافس على اللقب ولا فرصه ضعيفه بالمشاكل اللي موجوده بالاجواء الغير صحيه؟ يمكن في مشاكل كبيره في مانشستر يونايتد احنا شايفينها في الفتره الاخيره، مفيش صفقات كبيره، مفيش صفقات كمان، مفيش انتدابات، مفيش صفقات. اعتقد ان هيبقى موسم صعب جدا على مشجع مانشستر يونايتد وعلى الفريق. ممكن في الفتره اللي جايه انا شايف ان مانشستر مش هينافس بشكل قوي زي المواسم الاخرى، يمكن في حاله من الإحباط عند الجماهير وعند مورينيو نفسه، شايف إن مفيش انتقالات، ممكن ده هيأثر بشكل كبير على فرص مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي الموسم ده. طيب هقول لك، عايز أسأل حضرتك سؤال، هل أنت شايف إن عدم تعاقد مانشستر مع صفقات سببها وجود مورينيو كمدير فني وإن اللعيبة بتهرب منه؟ ممكن يكون ده سبب كبير، مورينيو ليه طريقة يعني. أنا حضرتك فكرت دلوقتي يعني، أو أنا قاعد مع حضرتك بقول ولا لاعب من اللعيبة اللي كان حابب يتعاقد معاها قدر ان هو يتعاقد معاهم تمام، بالعكس اللعيبه اللي موجوده عايزه ترحل. يعني بنتكلم على هاري ماجواير لاعب ليستر سيتي، يعني بنتكلم في نادي يعني نادي ليستر نادي اكيد كبير لكنه متواضع، لو تم تقديم اي مبلغ مالي كبير هيتم الاستغناء عن اللاعب. فبالتالي هاري ماجواير كمان فشل في انه ينتقل، مش هاري ماجواير بس، ده هاري ماجواير وياري مينا، لعيبه كثيره جدا فشل مورينيو في التعاقد معهم. هل سبب مورينيو انه يكون هو الورقه السلبيه اللي موجوده في اولد ترافورد؟ ممكن هو، يمكن مورينيو بيلقي بيحب يعني يبقى هو بعيد عن الاجواء، اي مشكله او اي حاجه بيصدرها لاي شخص تاني. هو قال ان الاداره هي السبب، هي اللي ما جابتش لعيبه. انا شايف ان في فعلا لاعبين كتير مش عايزين يلعبوا بالطريقه اللي بيلعب بيها مورينيو بعد ما شافوه في الموسم اللي فات، وان مانشستر يونايتد عانى بشكل كبير. اعتقد كمان الموسم ده هيستمر هذا المسلسل. اعتقد ان في لعيبه كبيره رفضت ان هي تيجي بسبب وجود مورينيو على راس الاداره الفنيه لمانشستر يونايتد. يعني هاخد حضرتك من اليونايتد للسيتي واصابه دي بروين اللي ممكن تطول من شهرين لثلاث شهور، هل شايف ان السيتي من الانديه اللي ممكن تتاثر بغياب او باصابه لاعب، ولا هو عنده العدد الكافي اللي يقدر يلعب بيه في كل البطولات في الدوري الانجليزي او في اوروبا؟ لا طبعا مانشستر سيتي نادي كبير، في الفترة الأخيرة جايب صفقات كبيرة، كبير مش تاريخيا، كبير باللعيبة اللي موجودة طبعا. أعتقد أن غياب دي بروين وإن كان مؤثر ولكن مش هيأثر بشكل كبير على مانشستر سيتي في بداية الدوري، حتى لو أفضل صانع ألعاب في الدوري الإنجليزي الموسم الماضي. أكيد، لأن هم عندهم صفقات كتيرة في الفترة الأخيرة، عندهم مدير فني يقدر يتكيف مع اللاعبين الموجودين، يقدر يشوف اماكن، يصنع، يخلق اماكن جديده لبعض اللاعبين، يوظف لعيبه بشكل كويس. اعتقد ان جوارديولا قادر انه يغير شكل مانشستر سيتي حتى في غياب دي بروين. رياض محرز قادر على تعويض غياب دي بروين في الفتره اللي هيغيب فيها للاصابه؟ رياض محرز لعيب كبير، اعتقد انه هيكون الاضواء اتسلط عليه بشكل كبير، اضافه كبيره لمانشستر سيتي، وهيكون عليه اضواء كتيره مع السيتي اكتر من ما كان الفليستر. واعتقد انه يعني حضرتك بتتكلم ده طبعا يعني تتويج مانشستر سيتي بالدوري الانجليزي، هل شايف ان ممكن بقى الموسم ده يتكرر الانجاز ويفوز السيتي بالدوري، ولا ممكن نلاقي ليفربول، نلاقي يعني اكتر من نادي، او توتنهام من الانديه المجتهده جدا؟ اعتقد ان لا، هيبقى في صعوبه طبعا، مش زي بسهوله الموسم اللي فات. يمكن السيتي الموسم اللي فات خد الدوري بسهوله وكان فارق بشكل كبير عن المطارديه. اعتقد ان الموسم ده هيبقى فيه شويه منافسه، ليفربول اكيد هينافس بشكل كبير، والسنه دي ناوي ان هو ينافس بقوه على الدوري الانجليزي، توتنهام برضو، لكن هيبقى فيه صعوبه كبيره للسيتي انه يحافظ على البطوله للموسم الثاني على التوالي. الانتقالات الصيفيه والشتويه بتكون دايما خيار للمدربين اللي محتاجين لعيبه، لكن مش شرط ان بدل في فتره انتقالات ان المدير الفني يتم تعاقد او يتعاقد مع لعيبه هو شايف ان هو محتاجها او مش محتاجها. هل الكلام ده بينطبق على توتنهام، النادي الوحيد في الدوري الانجليزي اللي ما تعاقدش مع ولا لاعب في فتره الانتقالات، وبالتالي هو شايف ان طبعا مديره الفني شايف ان هو مش محتاج لعيبه، وده اللي بينعكس عليه في مستواه في بطوله الدوري؟ اكيد، يمكن احنا اتفاجئنا ان توتنهام السنه دي ما تعاقدش مع اي صفقه او مع اي لاعب.
يمكن المدير الفني بتاع زي ما حضرتك قلت هو شايف ان المجموعه الموجوده قادره ان هي تنافس بشكل قوي وان هو قادر يوظفها كويس ان هي تظهر بشكل كويس طوال الموسم. هنشوف يمكن دي اول مره تحصل في تاريخ الدوري الانجليزي من بعد الانتقالات الحديثه ان في نادي ما تعاقدش مع اي لاعب في فتره الانتقالات. هيبان تاثير ده بعد كام اسبوع في الدوري الانجليزي، نقدر نحكم على التجربه دي هل هو اللي عمله المدير الفني كان كويس ولا لو هتحصل اصابات او بعض الاشياء الاخرى تاثر على مسيره الفريق في الدوري. هاخد حضرتك للدوري الاسباني، اكيد دوري مهم جدا، لكن كنا بنتكلم على انتقال رونالدو ليوفنتوس ان هو مش هياثر على ريال مدريد، لكن كان كلام. شفنا طبعا يعني السوبر كاب او السوبر الاوروبي اللي اتلعب ما بين اتلتيكو وريال مدريد، وخساره مذله لفريق ريال مدريد باربع اهداف مقابل هدفين. هل انتقال رونالدو ليوفنتوس فعلا ريال مدريد او الجمهور حس بيه من خلال لقاءاته الرسميه اللي بدات فعلا؟ اكيد طبعا لاعب كبير زي كريستيانو رونالدو انتقاله لليوفي اثر، واحنا يمكن هم في اداره الريال قال لك انه لعيب مش هياثر بشكل كبير، واحنا عندنا بدائل. اعتقد ان بشكل عملي ظهر تاثر الفريق بشكل كبير بغياب كريستيانو رونالدو في مباراه سوبر، ظهر بمستوى مش المأمول وكانت خساره كبيره. اول مره يمكن الريال يخسر باربع اهداف في مباراه نهائيه او مباراه سوبر بهذا الشكل، غياب اللاعب كان مؤثر بشكل كبير. هل رونالدو يا استاذ يا محمد يعني هل حضرتك شايف انه فعلا شخصيه رونالدو في الملعب بتفرق مع نفسيه مع لعيبه ريال مدريد، ولا هو كان كاضافه فنيه ومستوى فني كان بيفرق مع ريال، ولا الاثنين مع بعض؟ اكيد لا الاثنين مع بعض طبعا. بشكل فني رونالدو ما حدش يعني لاعب من افضل لاعبي العالم، فنيا معروف مش محتاج حد يحكم على مستواه، ولكن شخصيته في الملعب هي دي اللي فرقت بشكل كبير. يعني احنا شفنا فنيا وشخصيه اللاعب، اللاعبين مفتقدين القائد اللي بيحركهم اثناء المباراه وان يقدر يجيب جون في اي وقت يقلب المباراه زي ما بيقولوا. بالعكس غيابه احنا شفنا كل جون، خاصه معنويا لاعبي الريال بعد دخول تقدم الاتلتيكو بالهدف الثالث، احنا شفناهم ان هم منهارين تماما، ما فيش اي روح معنويه، كان ممكن تزيد حصيله الاهداف اكتر من كده كمان في المباراه دي. فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد اللي احنا شايفينه كلنا عنده شخصيه قويه جدا، ما بيهموش حد، بيتعاقد تعاقدات من دماغه، شاف ان خلاص ريال مدريد او زيدان رحل عن ريال مدريد، فبالتالي تعاقد مع لوبيتيجي. هل حضرتك شايف ان لوبيتيجي على نفس القدر من الطموحات والاحلام اللي هيحققها الجمهور ريال مدريد، وايضا رحيل زيدان اللي حقق بطولات او رقم قياسي في تاريخ كره القدم بثلاثه دوري ابطال اوروبا ورا بعض، هل شايف ان ان ان, إن الاسباب دي ممكن تضع ضغوط على لوبيتيجي في الفتره القادمه مع الريال؟ اكيد طبعا هيبقى في ضغوط كبيره جدا على لوبيتيجي في ريال مدريد، خاصه ان اللي راحل اكيد زين الدين زيدان اسطوره الريال واخد ثلاثه دوري ابطال ورا بعض، ده هيدي مزيد من الضغوط على لوبيتيجي في الفتره اللي جايه. اعتقد ان كمان بدايه الموسم بخساره في السوبر هتزيد الضغوط اكتر على فريق الريال في الليجا الاسبانيه. اكيد الضغوط هتبقى كبيره جدا على لوبيتيجي، ويمكن من الصعب ان احنا نحكم عليه من اول كام مباراه في الدوري، لا لسه قدامه وقت طويل. وان كان اعتقد ان الريال السنه دي مش هيكون بنفس المستوى في المباريات في المواسم السابقه طبعا. يعني سريعا نروح للدوري الايطالي، وهو الدوري الايطالي يمكن قبل ما اتكلم معاك في الايطالي هتكلم معاك في ظاهره ان منتخب فرنسا المشارك في بطوله كاس العالم معظم اللعيبه اللي بتلعب في اولى لقاءاتها في الدوريات الانجليزي ونتكلم في الاسباني والايطالي، معظم اللعيبه حققت نتائج ايجابيه، حققت مكسب. بنتكلم على بول بوجبا في الدوري الانجليزي، بنتكلم على جريزمان توج ببطوله السوبر الاوروبي. ف يعني هل حضرتك شايف ان معنويا فرقه فعلا تتويج فرنسا بكاس العالم على لاعبيها اللي موجودين في الدوريات المختلفه الاوروبيه؟ أكيد طبعا، دي كأس العالم يعني أكبر بطولة في العالم لكرة القدم، أي فريق ياخدها بتأثر بشكل كبير معنويا لكل اللاعبين، حتى ولو كانوا الاحتياطي اللي ما بيلعبوش. تمام، أكيد طبعا بتأثر. احنا شفنا نزونزي انتقل إلى روما ب 30 مليون يورو، ولاعب زي ما حضرتك بتقول لاعب احتياطي ما شاركش في الصفقة الأساسية، لكن كان ليه دور أكيد في مشاركاته. فبالطبع الفوز ببطولة كأس العالم بيؤثر معنويا بشكل كبير على كل لاعبي المنتخب سواء الأساسيين أو الاحتياطيين، وإحنا شفنا ده هيأثر على لاعبي المنتخب إيجابيا، لاعبي المنتخب الفرنسي في كل الدوريات اللي هيشاركوا فيها في الموسم ده. هيبقى في روح معنويه مرتفعه، هيبقى في حاله من يعني من البهجه كده والفرحه ان هم في النهايه هم ابطال العالم.
طيب الدوري الايطالي بنتكلم على تعاقدات قويه، بنتكلم على انديه بدات ترجع الى يعني او بتحاول ترجع الى وقتها السابق، بنتكلم على ميلان انتر، بنتكلم على روما، بنتكلم على نابولي وتعاقده مع انشيلوتي بعد رحيل ماوريسيو ساري، نتكلم على رونالدو مع يوفنتوس. هل حضرتك شايف الدوري الايطالي هيكون زي كل موسم ما بين نابولي واليوفنتوس وفي الاخر يوفنتوس بيحسم بطوله الدوري، ولا ممكن الدوري الايطالي السنه دي يكون فيه متعه لحد اخر اسبوع؟ هو دايما فيه متعه لحد اخر اسبوع، لكن بتكلم على قاعده الانديه اللي موجوده، عايزين نشوف خمس ست انديه ممكن يحصل. اكيد الدوري الايطالي السنه دي هيبقى دوري قوي جدا، في زي ما حضرتك قلت في فرق كتير عايزه ترجع لسابق مستواها، الانتر والميلان جابوا لعيبه كتير في الفتره اللي جايه في الفتره الحاليه عشان يتم المنافسه بشكل قوي على الدوري. اعتقد كمان وجود رونالدو مع يوفنتوس هيزيد من قوه النادي، وان كان في المواسم الاخيره يوفنتوس كان بيحسم البطوله بسهوله، اعتقد ان الموسم ده هيبقى فيه صعوبه كبيره لليوفي لحصد اللقب بسهوله، وفي تواجد الصفقات الجديده ميلان والانتر ونابولي، اعتقد يبقى في الدوري الايطالي هيكون مثير الموسم ده وهيكون قوي لحد كبير. نتكلم على لاعبينا المحترفين المصريين، بالاخص اتكلم على محمد النني زي ما اتكلمنا على صلاح، لكن عايز اتكلم معاك في التقارير اللي موجوده فيها الصحافه الاوروبيه اللي تربط انتقال محمد النني من ارسنال الى نادي مارسيليا الفرنسي. هل حضرتك شايف ان الكلام ده صحيح ممكن يحصل؟ ده حاجه. الحاجه الثانيه، هل حضرتك شايف ان الدوري الفرنسي متناسب مع محمد النني، ولا محمد النني لو فضل ان يكون موجود في الدوري الانجليزي هيضيف ليه اكتر وهيبقى موجود بصفه اساسيه؟ يمكن زي ما حضرتك قلت دي كلها تقارير إعلامية، ما شفناش مفاوضات جدية لانتقال اللاعب إلى نادي مارسيليا. ممكن على المستوى الشخصي أفضل أنه يكون متواجد في الأرسنال، لأني الدوري الإنجليزي وإن كنت أي لاعب يتمنى أنه يكون متواجد في الدوري الإنجليزي، دوري قوي بس عندي علامة استفهام أستاذ محمد على أحمد حجازي، أنه إزاي بالمستوى اللي قدمه الموسم الماضي ده يكون موجود في الفريق بيلعب في دوري الدرجة الثانية لحد دلوقتي شرط او الشرط الجزائي اللي موجود هو حوالي 10 مليون استرليني، مفيش اي نادي تعاقد معاه، يعني دي مش علامه استفهام ولا ممكن يكون هو ده الطبيعي في الدوري الانجليزي؟ لا اكيد الدوري الانجليزي فيه يعني عدد كبير من اللاعبين الممتازين في كل الانديه، يمكن ده بيشكل صعوبه للاعبتنا المحترفين، خاصه لو كان في يعني احمد حجازي قدم مستويات رائعه وكان اساسي طوال الموسم والنادي هبط وما زال موجود معاه. يمكن العرض الكتير في الدوري الانجليزي ان كثره عدد اللاعبين ده بيأثر بشكل سلبي على لاعبينا اكيد في الدوري الانجليزي، وكنت اتمنى ان احمد حجازي يكون مستمر في نادي بيلعب في الدوري الممتاز في البريمير ليج، ده هيشكل له هو نفسه طموح كبير ويفرق كتير فنيا مع اللاعب، ولكن في النهايه هو موجود في نادي بيلعب في الدوري الدرجه الثانيه وما فيش عروض جات له، يمكن دي علامه استفهام برضو. انا مستغرب جدا، لاعب بسم الله ما شاء الله لعب كل مبارياته مع فريقه ويست بروميتش، وبالتالي انا شايف ان هو يعني على الاقل لازم يكون موجود في احد الانديه المتواجده في الدوري الانجليزي، لاعب ادى بشكل كويس، احرز هدفين في اولى في اول مباراتين ليه في الموسم الماضي، حصل على جائزه افضل لاعب في المباراه. لكن نرجع تاني للنني ونقول ان تفضل بقاء النني في الدوري الانجليزي، هو لسه مجدد عقده طبعا مع ارسنال في نهايه الموسم الماضي الى 2021 او 2022، وبالتالي عنده اكتر من فرصه. لو حضرتك دلوقتي مكان محمد النني، ايه اللي ممكن تفكر فيه؟ تنتقل الى دوري فرنسي هو الاضعف ما بين الدوريات الخمسه الاوروبيه، ولا تفضل تكون موجود في ارسنال ما بين تلعب وبين جلوسك على مقاعد البدلاء، ولا تنتقل الى نادي على سبيل الاعرف في منتصف الجدول تلعب فيه بشكل اساسي؟ اكيد التواجد في الدوري الانجليزي هيبقى افضل واحسن من وجهه نظر الشخصيه لمحمد النني، وان كان هو شايف ان فرصته بقت صعبه في التواجد بشكل اساسي في فريق ارسنال بعد الصفقات اللي جابوها في الفتره الاخيره، اعتقد انه برضه الافضل له انه يشوف نادي في يعني في منطقه الوسط، ان على الاقل يبقى متواجد في الدوري الانجليزي ويشارك بصفه اساسيه افضل من التواجد على مقاعد البدلاء. ولكن توجهه للدوري الفرنسي زي ما حضرتك قلت وكان أضعف من الدوريات الكبرى هيبعد شوية النني عن الأضواء وممكن يأثر على مستوى الفني بشكل كبير. هل حضرتك شايف أن بعد بطولة كأس العالم اللي حضرتك أكيد كنت متواجد فيها يعني غيرت مفهوم كرة القدم شوية؟ شفنا طبعا غياب المنتخبات اللي بتعتمد على النجم الأوحد وغياب المنتخبات الكبيرة، وبالتالي عاد لينا من جديد زمن اللعب الجماعي والكرة الجميلة. هل حضرتك شايف أن ده بيؤثر على خريطة كرة القدم العالمية اللي موجودة حاليا في اختيارات أفضل لاعب في العالم ليه الموسم الماضي ده؟ ممكن نشوف لعيبه جديده موجوده؟
اكيد طبعا يمكن بطوله كاس العالم الاخيره فنيا كانت من افضل البطولات اللي اتلعبت على مدار تاريخ البطوله. شفنا منتخبات كبيره خرجت من الادوار الاولى، شفنا منتخبات اعتمدت على اللعب الجماعي وقدرت انها توصل للادوار النهائيه، شفنا بطل منتخب فرنسا استحق انه يفوز بالبطوله، شفنا منتخبات زي بلجيكا زي انجلترا، شفنا كرواتيا من المنتخبات القويه جدا. اعتقد ان فعلا الفتره اللي جايه هيطلع في دروس مستفاده كبيره من بطوله كاس العالم، ان اللعب الجماعي هو الاهم، ان ما فيش منتخب بيعتمد على لاعب واحد، كل المنتخبات اللي اعتمدت على لاعب واحد فقط طبعا خرجت من الادوار الاولى. ده هيؤثر بشكل كبير في الفتره اللي جايه على نوعيه المنتخبات اللي ممكن نشوفها في البطولات في بطولات كاس العالم، وخاصه حتى على مستوى الانديه. اعتقد ان الانديه هتفكر بشكل كبير ان هي ما تعتمدش على لاعب واحد، لازم يكون في جمعيه في الاداء، وده بيفرق بشكل كبير مع الانديه والمنتخبات الفتره اللي جايه. يعني هاخد حضرتك من حدث كان موجود في كاس العالم الى ممكن لو طبق عندنا هنا في مصر ممكن ازاي يكون رد الفعل موجود. يعني حضرتك شايف او حضرتك شفت تقنيه الفار اللي كانت موجوده في كاس العالم اكيد سهلت بعض الشيء الامور على حكم المباراه. سمعنا ان ممكن يتم تطبيق تقنيه الفار في مصر قريبا. هل حضرتك شايف ان فعلا ده لو تم عرض الامر على اتحاد كره القدم ممكن يكون امر مثمر وايجابي للكره المصريه، ولا حضرتك شايف ان برضه مع وجود تقنيه الفار هيسبب بعض المشاكل؟ وكمان حاجه مهمه جدا، تكلفتها هتكون عاليه جدا، هل ده ممكن يكون متاح في اتحاد الكره بتوفير امكانيات اللي موجوده في تقنيه الفار؟ لا يعني انا عايز اقول ان تقنيه الفار احنا شفناها في كاس العالم يعني رقم واحد ان هي مكلفه جدا جدا، ليها مش مجرد ان انت بتحط شاشه او كاميرا وحد يجي يبص يشوف. عملناها في الموسم تقريبا الماضي تجربه كانت ضعيفه جدا طبعا، لكن هي مش معتمده على شاشه واعادات، بيبقى الحكم ليه رؤيات مختلفه، ده في اكتر من حكم بيبقى موجود في اوضه التحكم، غرفه التحكم كامله بيعيد اللقطه من كل مكان، من كل يقدر من كل زاويه، من اكتر من زاويه يقدر هو يتحرك بالكاميرا الى حد اللقطه اللي عليه فيها شك. يعني اعتقد ان ده صعب، انه يعني اولا مكلفه بشكل كبير، وفي صعوبه كبيره ان احنا نطبقها في الدوري المصري. وان كلنا احنا نفسنا نطبق او نعمل حاجه زي كده، اعتقد ان لسه قدامنا فتره لازم الحكام نفسهم يتدربوا على هذه الطريقه. ازاي يبقى في بص حضرتك يعني وحضرتك يعني بتتكلم هنا دي صور تقنيه الفار، تبقى غرفه تحكم كبيره جدا، اعادات من كل الزوايا، حضرتك الحكم بيبقى ليه شاشه معينه في الملعب بيقدر يروح يبص على اللقطه. بص كم شاشه في غرفه التحكم يعني وكم حكم يعني غرفه عمليات، قاعد في الاستوديو يعني طبعا صعب تطبيقها هنا في مصر، هتبقى مكلفه بشكل كبير. وان كنت اتمنى ان حاجه زي كده لو هم محتاجين يطبقوها ويعني احنا نطبقها في مصر، هتبقى محتاجه وقت طويل ان انت تجيب حكام تدربهم كمان على ازاي استخدام هذه الطريقه، لان في حكم الفار اللي في الاستوديو او اللي في غرفه التحكم غير الحكم اللي موجود في الملعب تماما، يعني دي حاجه ودي حاجه خالص، ويعني تحكمات في حاجات تقنيه وكده. اعتقد ان صعب جدا ان احنا في الفتره القريبه دي ان احنا نطبق التجربه دي في الدوري المصري. شايف ان الفار بتعطي كل ذي حق حقه، ولا انت مع متعه كره القدم ان كره القدم هي لعبه بها اخطاء، فبالتالي هل الفار بتقتل متعه كره القدم ولا بتدي كل واحد حقه؟ لا اعتقد ان هي بتقتل متعه كره القدم، لان انا اصلا يعني في النهايه الحكم بشر، ويعني وفي النهايه حتى في تقنيه الفار الحكم هو اللي بيختار اذا كان الكره دي فيها شك ولا لا، يعني برضو تقديريه الحكم في النهايه، يعني ممكن الفار يعني الحكم لازم هو اللي يطلب. ما شفنا في كاس العالم يعني مباراه السنغال وركله الجزاء للمنتخب السنغالي، حكم احتسبها وبعد كده راح بص على الشاشه الخاصه بيه في تقنيه الفار وما لقاش ركله جزاء وبالتالي لغاها، فبالتالي بيكون في بعض يعني عايز اقول لحضرتك بتبقى شكلها بايخ، يعني بتقتل من متعه كره القدم. يعني هي متعه كره القدم برضو جزء من متعه كره القدم هي اخطاء التحكيم، يعني بالعكس يعني تقنيه الفار هتقتل متعه كره القدم بشكل كبير. انت مش كل كوره هنقعد نروح الحكم يشك فيها او يطلب انه يروح لتقنيه الفار، هتلاقي الوقت المباراه ممكن يضيع في انه يراجع المباريات، لان هي المباراه بالعكس طول ما هي بتتلعب مستمره والكوره مستمره
لا بالعكس، الفريق ممكن يجي فيه هدف ممكن يعوض ويحرز اكتر من هدف، لكن احنا كل كوره هنرجع لتقنيه الفار هتاثر بشكل كبير على متعه المباراه نفسها والمشاهدين كمان. ايه اكتر حاجه شدت انتباه حضرتك لما كنت في روسيا من احداث وجمهور وملاعب؟ يعني اكيد كانت روسيا بتستعد واستعدت وقدمت شكل كاس عالم محترم على اعلى مستوى، لكن ايه اكتر او ايه اللي لفت انتباه حضرتك في روسيا؟ اشياء كتير، اهم حاجه النظام والسيستم العمل في من اللجنه المنظمه للمونديال، ملاعب على اعلى مستوى، تنظيم الدخول الجماهير في وقت قليل، سواء دخول او خروج الجماهير، التشجيع حتى داخل الاستادات، الاماكن اللي فيها الاماكن الترفيهيه سواء ببيع المأكولات والمشروبات او ادوات التشجيع، كل ده كان متاح. الى جانب طبعا المواصلات خارج الاستادات والدخول والخروج كان بسهوله وكل سهوله ويسر. الناحية الإعلامية بقى بالنسبة لنا احنا توافر مركز إعلامي على أعلى مستوى، تشكيل الفريقين في المباريات، معلومات عن كل الفرق، كل ده كان شيء منظم. اعتقد ان احنا يعني نتمنى ان مصر توصل للمستوى ده، المستوى الدولي، ان احنا ننظم بطولات كبيره على هذا المستوى، واكيد الفيفا بيساهم ويساعد بشكل كبير للدول. ان يعني اللجنه المنظمه كانت منها روس وفي منها ناس مشرفين من الفيفا بيساعدوا ان الشيء ده او البطوله دي تطلع بشكل كويس، يمكن دي الانجح تنظيميا على مستوى البطولات العالم في الفتره الاخيره. استاذ محمد شرفتني ونورتني وبشكرك شكرا جزيلا على وجودك معايا في قناه الاهلي. شكرا جزيلا لحضرتك، كل سنه وانتم طيبين. شكرا حسام. كنا مع حضراتكم في الاهلي ليله في فقره الكره العالميه، كل سنه وحضراتكم بخير ان شاء الله وعيد سعيد على حضراتكم جميعا. هنروح لفاصل وبعد الفاصل هيكون موجود زميلي العزيز محمد سعيد لتقديم فقره الالعاب الاخرى.